اهلا بيكم معانا من الفاصل، ودلوقتي هنتكلم عن ازاي اكون مرات اب ناجحه وسعيده، وليه دايما مرات الاب يعني بيبقى منظور من ناحيتها انها حاجه لا شر. النهارده معانا الاستاذه رضوى فتحي، استشاري اسري وسلوكي. اهلا بيكي، منوراني. ميرسي يا سادي، انت اللي جميله حبيبتي. خلينا نتكلم بقى عن منظور او السمعه ان دايما مرات الاب لا يعني بيتقال عليها حاجه شر اكتر. بالظبط، احكي لنا بقى. حلو قوي حته السمعه اللي طالعه على مرات الاب دي. السمعه دي جايه من تراكم الخبرات، افلام الكرتون سندريلا، يعني كرتون سندريلا اللي كلنا اتفرجنا عليه، فكره انه اتحط مرات الاب، فدايما بيتقال لفظ مرات الاب. ولو ان على فكره لو لقيتي ان في الدول الاجنبيه ما فيش اللقب بتاع مرات الاب، في بيقولوا ستيب مام او الام البديله او الاب البديل اللي هو زوج الام. فاحنا عندنا لما جينا نترجم ده وعملناه لافلام كرتون فظهرت شخصيه بقى مرات الاب، حتى اللفظ نفسه ما يمتش للاطفال بصله، يعني الام البديله بتدي احساس للطفل انه هي هتبقى بدل مامتك او شبه مامتك او هتاخد منزله يعني فيها حته من مامتك، لكن مرات الاب فيها فجوه ما بين الطفل وما بين الست دي، لان هي لا تمثل بصله، تمثل لباباه، مرات الاب. فاللقب نفسه بيعمل فجوه. طيب نتكلم بقى عن الدور. طبعا أيوة. دور مرات الاب إن لما تخش على العيله وفي اطفال والمفروض ان هي تبتدي تخش بقى في التربيه. صحيح، ده دور صعب جدا انها تقدر تكسب الولاد دول ويحبوها. ده دور فيه تحدي كبير جدا وفيه عقبات كبيره جدا، ولكن هي قبل ما تدخل على الارتباط من زوج عنده اطفال هي لازم تبقى عارفه هي هتمارس دور الام البديله ولا هتمارس دور الصديقه. ده بيعتمد على حاجتين، سن الاطفال سنهم قد ايه، يعني لو سن طفل عمره 16 سنه او 15 سنه مش هينفع اكون ام ليه، ممكن اكون صديقه اكتر، فده رقم واحد. ورقم اتنين، هل هم مقيمين معاها ولا مش مقيمين معاها، فبرضه هنا في فرق. لو هم مش مقيمين معاها فالضغط عليها هيكون اقل، هتشوفهم في مناسبات هيجولها، فهي مش محتاجه تكون المربيه او الام. العامل الثالث برضه، هل الام عايشه، الام الاصليه او ام الاطفال دول عايشه ولا متوفيه؟ لو الام عايشه فلازم يكون في نوع او حلقه تواصل بينها وبين الام نفسها، او التواصل ده ممكن يكون عن طريق الاب او عن طريق. ليه بقى النقطة دي؟ لأنه مهم جدا إنه إن إحنا الولاد دول بنفكر دلوقتي في مصلحة الولاد دول، فمصلحة الولاد دول بتتحتم علينا إحنا كأطراف حوالين الولاد، إن بيبقى في صراحة. لكن اللي بيحصل إن الولاد لما بيحسوا إنه في فجوة ما بين البيتين، بيت الأم وبيت الأب، فالولاد يبدأوا ياخدوا يعني إحنا بنسميهم سنيكي، أو إن هم ملوعين شوية أو مكارين شوية، يجي يطلب من الأم حاجات هو عارف إن الأم بس اللي هتوافق عليها وما يطلبهاش من الأب، ويروح البيت التاني يطلب من الأب حاجات وعارف إن الأم مش هتوافق عليها لو عرفت، فالطفل بيطلع انتهازي أو مكار. فده عكس الفطرة اللي اتخلق عليها. فعشان كده لازم يكون الأطراف كلهم، الأربع أطراف اللي هو الأم بجوزها والأب بمراته، لو افترضنا إن هي عيلة يعني انفصلوا وكل واحد فيهم اتجوز، لازم يكون في تعاون بينهم بشكل أو بآخر. لو التعاون ده مش موجود فالخطوات اللي هيتم فيها التعامل مع الأطفال دي أكيد هتختلف.